صوته مش بياخد الا زي ما سكت كده. بسم الله. لما من بعيد ما بياخدش. هيتعبنا يعني، هيخلينا كل شويه شايل ليه مش حاضر. هيخلي واحد يمسكه لي مش عارف. انا هقول لك كده مش اصل انا بيروح واجي مش هينفع، لازم اللي في البتاع ده. شفت كده الناس اتمدنت طلعوا القمر وانت جايب لي لسه واحد من ايام سيدنا نوح. خلاص خلصت انتهى ده صفحه كام؟ 105. انا همسكه بيدي النهارده عشان هاخد اجازه الشهر يعني كده هتحمل يعني. بعد كده هاته حاجه خفيفه كده يمين معاك شمال معاك. يو ايه؟ 105. هعمل ايه؟ منين في كتبنا فين؟ انا باين على الكتاب ده هنقعد فيه للاخر ان شاء الله. فين بدأنا من اول فين؟ بتاعت المرة اللي فاتت منين؟ 104 ماشي ده كلها صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، من أين نبدأ؟ أما إن قلنا هذا وإن قلنا نبدأ من قوله رضي الله تعالى عنه لما كان يتكلم في المقدمة الثانية اللي هي الكبرى، كان الكلام في الصغرى أنها إيه ضرورية، واختلفوا في الكبرى هل هي ضرورية أو إيه أو نظرية. فمنهم من يدعي أنها ضرورية لا تفتقر، والمقدمة هي إيه؟ كل حادث مفتقر إلى إيه؟ إلى محدث بكسر الإفتقار. فهل افتقار كل حادث إلى محدث هل هذه ضرورية ولا نظرية؟ طبعا ذكر أن فيها إيه؟ خلافا، وقال إن الفخر الرازي ذهب في كتابه المعالم إلى أنها ضرورية، ودلل على ذلك بموضوع إيه فطرة الصبيان وموضوع إيه الخشبة، وإذا سمع بها أو سمع بصوتها الحمار نفر أو فزع. ثم قال ومنهم من يقررها بحد وسط، يعني ومنهم من يقول انها ايه نظريه لانها تحتاج الى ايه الى دليل، فيقول ان الحادث اذا حدث في الوقت المعين فالعقل لا يمنع صحه تقدمه على الوقت الذي وجد فيه باوقات او تاخره عنه بساعات، فاختصاصه بالوجود في ذلك الوقت بدلا عن العدم المجوز يفتقر إلى مخصص، وإلا لكان أحد الأمرين المتساويين مساويا لذاته راجحا لذاته وهو محال ضرورة. فتعين أن يكون الترجيح للوجود بدلا عن العدم بمرجح منفصل عن الحادث وهو الفاعل المختار جل وعلا. يعني كل هذا لتأكيد أن المقدمة الثانية نظرية. هذا إن قلنا إن الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن متساويان، لكن في التحقيق أن الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن ليس متساويين. ليه؟ لأن العدم أرجح وأولى به لأنه لا يحتاج إلى سبب،
أما الوجود هو الذي يحتاج إليه إلى سبب. إذن فعدمه أي ممكن أولى من إيه؟ من وجوده. أما إن قلنا إن العدم أولى به من الوجود لقبوله إياه بلا سبب، لأنه قبل وجوده أي ممكن كان قابلا للعدم وليس لهذا القبول سبب، فأظهر أي الممكن في الاحتياج إلى الصانع لئلا يلزم، يعني هذا وجود الممكن وعدم وجوده ليس بمتساويين، هذا أظهر في الاحتياج إلى الصانع. يعني كان في الأول لما كان الوجود والعدم متساويين كان محتاجا أيضا، لكن هذا أدل وأولى وأظهر وأشد في الاحتياج، لأنه في الأول كان حيرجح متساويين، دينا حيرجح الجانب الأضعف اللي هو إيه؟ اللي هو الوجود على العدم اللي هو الأصل الذي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى سبب. واضح كده؟ ضار اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا إن قلنا إن الوجود والعدم إلى متساويان وهو المختار، أما إن قلنا إن العدم أولى به من الوجود لقبوله إياه بلا سبب فأظهر في الاحتياج إلى الصانع لئلا يلزم تفسير الوجود الموجود بلا مرجح. لأنه في هذه الحالة حيلزم ترجيح الطرف المرجوح بلا مرجح، إذا كان عند التساوي لا بد من مرجح، فما بالك عندما يكون هذا الطرف ليس مساويا بل مرجوحا، فهذا أولى وأشد في الاحتياج إلى الإيه؟ إلى الصالح. قال المفسر رحمه الله قوله هذا أي الاستدلال على الكبرى بهذا الدليل، قوله بالنسبة إلى المنكر نظر إلى أن من احتياج العالم في الصالح الإمكان، يعني عندما قال هدنا فوق في الشرح قوله بالنسبة كلمة بالنسبة إلى الممكن، هذا إن قلنا إن الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن، لماذا لم يقل إلى الحادث؟ لا، نظر إلى أن منشأ يعني أساس مسألة إن العالم محتاج إلى الصانع أو إلى الخالق هو الإمكان، يعني قلنا وجود العالم وعدمه إيه؟ متساوية، بل إيه؟ لا، ده العدم هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى سبب، والوجود هو الطرف المرجوح ليس وجوده مساويا، ليس وجود الممكن مساويا لعدمه، بل وجوده أضعف لأنه يحتاج إلى إيه؟ إلى سبب، أما عدمه فلا يحتاج إلى سبب. إذن فهذا كله نظرا إلى أن منشأ علة الاحتياج إلى الصانع هي الإمكان، لأنه لو كان واجبا يبقى معنى كده لا يتصور عدم فلا يحتاج إلى فاعل، لو كان واجبا، إذا نظرا لأنه ممكن ووجوده عدمه سواء أو عدمه أضعف من وجوده في الحالتين، يعني في حالة أنهما سواء يحتاج إلى إيه؟ إلى صانع، وفي حالة أن وجوده أضعف أيضا من باب أولى،
يبقى إذن ما هو منشأ، ما هي علة الاحتياج إلى الصانع أنه ممكن؟ لأنه لو كان واجبا لا يحتاج إلى الصانع، ولو كان مستحيلا أيضا لا يحتاج، لأن المستحيل لا يمكن إيه أو لا يقبل إيه الوجود. يبقى هذا ما يسموه إيه جهة الدلالة، يعني العالم دليل على وجود الله. طيب كيف دل العالم على وجود الله أو على أن الله تعالى موجود؟ من جهة إمكانه أو من جهة حدوثه؟ فمنهم من نظر إلى جهة الإمكان فقال إن منشأ احتياج العالم إلى الصانع هو الإمكان، هو أنه ممكن. ومنهم من نظر إلى أن منشأ احتياج العالم إلى الصانع هو الحدوث، لأنه موجود بعد عدم، وكل ما سبق وجوده بعدم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. إذن فمنشأ احتياجه إلى المحدث أنه إيه حادث، أما هنا نظر إلى إيه إلى الإمكان. يبقى إذن الإمكان دليل والحدوث دليل، والفلاسفة اعتمدوا دليل الإمكان ولم يعتمدوا إيه الحدوث. يعني الفلاسفة عندهم الله تعالى موجود ولولاه ما وجد العالم. ليه؟ لأن العالم ممكن، والممكن وجوده وعدمه متساويان، فلا بد من إيه؟ احتياج العالم إلى موجد أي إلى صانع، لأنه ليس إيه واجبا بل هو ممكن، والممكن يحتاج في ترجيح أحد الطرفين إلى مرجح، سواء كان الطرفان متساويين أو كان أحدهما أقوى من الإيه من الآخر، فهذا يكون من باب أولى. فالفلاسفة نظروا إلى إيه إلى علة الإمكان، والمتكلمون نظروا إلى علة الحدوث، يعني لماذا العالم محتاج إلى صانع عند المتكلمين؟ يقولون لأنه حادث أي وجد بعد عدم، وكل موجود بعد عدم يحتاج إلى مؤثر ويحتاج إلى فاعل. والفلاسفة نظروا إلى إيه؟ إلى الإمكان. ولا مانع من إيه؟ اختيار أحد الدليلين. طب ما الفرق؟ الفلاسفة ما أنكروا احتياج العالم إلى صانع، إلى خالق، إلى مدبر، واستدلوا على ذلك بأنه إيه ممكن. ولكن في مشكلة عند الفلاسفة، وهي أنه عندما يستدلون بالإمكان معنى هذا أنهم لا يقولون إن العالم حادث، يعني لا يقولون إنه مسبوق بعدم، فيقولون إنه قديم، وقولهم بقدم العالم لا يتنافى مع دليل الإمكان، وإنما يتنافى مع دليل الحدوث. يعني هو صحيح محتاج إلى صانع لكنه ليس حادثا، فهو قديم بقدم علته. أما المتكلمون يقولون به بحدوث، فهل ينفع كأهل سنة أو ك مسلمين مثلا نعترف بوجود الله تعالى وقيوميته وتدبيره؟ هل يمكن أو هل ينفع معنا دليل الإمكان؟ يعني ممكن نجعل الإمكان أو أن العالم ممكن هذا دليل على احتياجه إلى الصانع؟ نعم، ولكن الإمكان في شرط الحدوث، لأن الإمكان يمكن يكون من غير حدوث، يعني هو قديم لكن مش قدم ذاتي. إذن ممكن يكون العالم ممكن ليس حادث، وممكن أن يكون ممكن حادث. فقالوا إيه إذا قلنا ما فيش مانع نستدل به بس بشرط، وهو الإيه
هو الحدود. واضح؟ إذا صارت الأدلة الآن كم؟ ثلاثة. جهة الدلالة، الأول دليل الإمكان، ثانيا دليل الإيه؟ الحدوث. إيه هو الثالث؟ الإمكان بشرط الحدوث. قالوا ليه نجعل الحدوث شرط؟ ما نقول الإمكان والحدوث معه، يعني نقول إيه؟ الدليل مركب منهما. ده الفرق بين لما نستدل بالإمكان مع الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث. إيه الفرق؟ أنه عندما جعله شرطا الشرط خارج عن الدليل، خارج عن المهيئة، إنما عندما قال الإمكان والحدوث جعله جزء من الدليل. خدت بالك؟ يعني كانوا جعل الدليل مركب. إذا صارت الأدلة كام دلوقتي؟ أربعة، اللي هو إيه؟ إمكان الحدوث، الإمكان بشرط الحدوث، الإمكان والحدوث معا. ينفع نخليهم خمسة؟ هيبقى الحدوث بشرط الإمكان بس مش هينفع، لأنه أصله الحادث يعني ممكن، يعني معناه أصل الإمكان في اثنين، إنما الحدوث خلاص إذا كان حادثا فهو ممكن، كل حادث ممكن، لكن ليس كل إيه ممكن حادث. يلا كده أقرأ. قوله بالنسبة إلى ممكن نظرا إلى أن منشأ احتياج العالم للصانع. يبقى أنت ممكن تنظر إلى منشأ احتياج العالم إلى الصانع. ينفع الإمكان وينفع الحدوث، ينفعهما معا، وينفع الإمكان به بشرط الحدوث. قوله لقبوله أي معطيه إياه أي العدم بلا سبب. يعني عدمه أي عدم العالم قبل وجوده هو قابل له بلا سبب، يعني لا يحتاج لسبب ليكون عدما، إنما يحتاج إلى سبب ليكون موجودا. هل فهمتم ولا لسه؟ إذا كان حاجة مش مفهومة تسأل. مين؟ مين؟ وصف الفلاس حب الملاحظ. أين وصفها؟ في مجلة العربي. مجلة العربي؟ مجلة العربي. لا ما ينفعش، لأن تجيب لي كتاب من كتب ابن تيمية وتجيب لي الصفحة وتجيب لي طبعة الكتاب وتجيب لي النص، إنما أنا لا يعني أقوم بالرد على كلام في مجلة، فقد يكون ابن تيمية لم يقل هذا، وبالقطع المجلة لم تكتب في عهده بل كتبت إليه الآن. ممكن يكون في اختصار مخل. نعم؟ ممكن يكون في اختصار مخل. ممكن يكون في اختصار مخل أو في إطناب ممل. دائرة الإمكان واسعة، ممكن ما يكونش في ابن تيمية أصلا، أي حاجة ممكن. دائرة الإمكان واسعة جدا، ممكن ما يكونش في مجلة من أساسه، الله أعلم. لا ليس تكذيبا لك، يعني ممكن واحد يجي يقول لنا فيه مجلة اسمها كذا، هل سمعتم بهذه المجلة؟ ها؟ أنا بسأل الناس مش بسألك، أنتم سمعتم بها؟ ها؟ يبقى ما فيش، ما سمعوش الناس. لم هات إن شاء الله لما نرجع. تفضل. قولوه لفضل. قول. لما تتذب الفلاتفة في الدليل الإمكان لزمان قول بقدم العالم. كاي. ولو قالوا بالإمكان بشرط الحدوث لا يلزمهم القول بقدم العالم. من الذي جعل الحدوث شرطا؟ ليس الفلاسفة، المتكلمون. بعض الفلاسفة قول بالإمكان أي الإمكان بشرط الحدوث؟ نعم؟ ما هو أصلاً لو كان ممكناً الإمكان فقط دليل، دليل، دليل على إيه؟ على احتياجه، لكن لا نحتاج الإمكان وحده. إحنا مش الناس دول علماء وكبار،
الامكان وحده دليل على ايه؟ على احتياجه، صح ولا لا؟ لانه في استواء في الطرفين ولا بد من ايه؟ من مرجح. فالامكان وحده دليل، لكن هل نكتفي به؟ لا، فقد يكون اختار الامكان ليكون دليلا مستقلا على احتياجه الى ايه؟ الى الصارف. فيبقى امر اخر، هل هو قديم او حادث؟ يبقى قضيه ثانيه. يبقى اذا المتكلمون الذين قالوا بانه نستدل بالامكان فقط كلامهم صحيح، لكن ليس معنى هذا انهم يقولون به، لانه الممكن قلنا ممكن يكون ممكن غير حادث، وممكن يكون ممكن ايه؟ حادث. يبقى هم مع اهل السنه وليسوا ضد اهل السنه. مش قلنا قديم ايه؟ حادث. نتكلم في العالم قبل وجوده، ممكن مش ممكن؟ حادث لا، قبل وجوده، لما بعد وجوده ممكن حادث. فاذا الامكان في حاجتين، في ممكن معدوم وممكن موجود. فكونه ممكن هذا محتاج لكي يوجد الى صانع، لكن قضية أنه حادث ده عاوز إيه؟ دليل آخر. كده من زمان يعني إيه معناه؟ من العالم ده ممكن يكون إيه؟ ومع كده أيضا قالوا إن العالم قديم كده من زمان، وليس قديم جديد. قدم الذات هيبقى معناها مش ممكن اصلا. يعني ايه معنى القدم الزماني انت يا شيخ حسن؟ ايه قدم زماني؟ يعني ايه؟ يعني غير مسلوب بعلم، يعني لا يوجد زمان كان فيه العالم ايه؟ ليس موجودا. يعني العالم لا اول له، يعني غير مسلوب بعلم. يعني معنى كده قدمه قدم زماني. إذا زمان يعني معناه إيه؟ لو أنه سبق بعدم يبقى معناه إيه؟ في قدم زماني يقابله إيه؟ حدوث زماني. يبقى عند الفلاسفة العالم قديم بالزمان وحادث بذاته، وعند المتكلمين العكس، الحدوث عندهم زماني والقدم عندهم قدم بإيه؟ من ناحية السبب، يعني قديم يعني في العلم بقدم سببه أو بقدم موجوده. إذا عكس الإيه؟ يعني هم أربع أشياء عشان لازم اللي هم إيه؟ الحدوث والقدم، أربعة. في قدم ذاتي، في قدم، وفي حدوث ذاتي، وفي حدوث. فعندما تجد في كتب الفلاسفة كلمة الحدوث أي الحدوث الذاتي، بمعنى أنه إذا نظرنا إلى ذات العالم فهو حادث، ولكن ليس معنى الحدوث عندهم الوجود بعد عدم، ولكن الحدوث عندهم معناه الافتقار إلى الموجود. وذلك يسمون الحدوث الذاتي. إنما احنا نقول كلمة في مسبوق وعالم في سابق سابق ومسبوق كده زمان. إذا الحدوث الذاتي لا ينفيه الفلاسفة، إنما ينفون الحدوث الزماني. والذي يثبته المتكلمون الحدوث الزماني. واضح كده؟ فيبقى هنا ما فيش مشكلة في كلامهم، يعني هم مع بعض فاهمين، بس بينهم وبينهم ما نفهموش بعض، لكن هم فاهمين بعض. هم يقولون العالم حادث، ايه انواع حادث؟ مفتقر يعني محتاج، نحن بنسميه دليل الامكان، لان العالم من ذاته لا يوجد، ولكنه قديم بقدم علته. يبقى اذا ما فيش حدوث زماني، في ايه؟ قدم زماني. ما دام اتنفى الحدوث الزماني يبقى يثبت القدم ايه؟ لكن لم ينفي الحدوث الذاتي، يبقى ما فيش منافاه عندهم. اما المتكلمون اثبتوا الايه؟ الحدوث الايه؟ الزماني، يعني معناها هو حادث يعني موجود بعد عدم، اما عندهم حادث يعني مفتقر الى موجد.
يبقى إذن الأقسام كام؟ أربعة. إيه الأربعة دول؟ أقول مثلا في إيه؟ قديم بالذات وبالزمان. مين ده؟ الله تعالى المنفع. نقول قدم ذاتي وقدم زمان أيضا. بس كيف هذا؟ يعني معناه قدم ذاتي يعني هو تعالى مش محتاج إلى مش مفتقر إلى 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 موجب، لأن الحدوث الذاتي معناه الافتقار إلى إيه؟ موجب. وكذا هو ليس حدوث ذاتي إنما هو قدم ذاتي. طيب وهو أيضا قديم بالزمان لأنه لم يسبق بعدم. إذا كده إيه؟ الذات الإلهية قديمة بإيه؟ قديمة قدم ذاتي وقدم زمان. أما الصفات القدم بتاعها هي من ذاتي لأنها قديمة بقدم الذات، إذا قدمها زمان. بس لا نقول هذا أمام العامة حتى لا يفهم أنها إيه؟ مسبوقة بأنها حادثة. بقدم الصفات قدم إيه؟ لا قدم زمان، لأن لو كانت قديمة بالذات يبقى معناها مستغني عن الذات. الصفة النفسية هي الذات، ما تنخبطش على الصفة، الوجود هو الذات. يبقى كده الأقسام أربعة، قديم بالذات وبالزمان اللي هو إيه؟ الله تعالى. قديم بالزمان فقط اللي هو إيه؟ الصفات. طيب حادث بالذات وبالزمان هو العالم، إلا عند الفلاسفة حدوث ذات وليس حدوث زمان. بقي القسم الرابع، ما احنا قلنا قديم بالذات وبالزمان، وقلنا حادث بهما وقديم بالزمان وليس بالذات. ايه اللي بعد كده؟ قديم ايه؟ بالذات وليس بالزمان، لا يوجد هذا القسم وهي يجمع بينهما، يعني القديم بالذات والقديم بالزمان. إذا هو قديم بالذات والقديم بالزمان. بكده اكتملت الأقسام ولا لسه؟ وهو الله الاحتياج الى الموجب من
العدم، لأن العدم من غير سبب يقبله الممكن قبل إيه؟ قبل وجود. أما الوجود فإنه لا يحصل إلا بعد إيه؟ بعد عدم بالنسبة له، فيكون هو أولى في مسألة التأييد من العدم، لأن الممكن هو معدوم بدون إيه؟ بدون سبب وبدون إيه؟ ترجيح، لأن العدم هو الأصل، أما الوجود هو الطارئ. واضح ولا غير واضح؟ ولا الوضوح وعدم الوضوح عندهم متساويان، والذي يحتاج إلى ترجيح بالنسبة لكم هو عدم إيه؟ الوضوح. قول قوله فأظهره الاحتياج إلى الصانع إلى أخيه، أي فممكن من حيث وجوده أشد ظهورا في الاحتياج إلى الصانع إلى أخيه. يعني ممكن ليس من حيث عدم، وإنما من حيث إيه؟ وجوده، لأن هناك إيه؟ عندنا حيثيتين مش حيثية واحدة. هل إذا نظرنا إلى الممكن من حيثية الوجود ولا من حيثية العدم؟ هما حيثيتان، فهذه الحيثية تسمى حيثية قيد تقييد، يعني ننظر من هذه الحيثية، لأن الممكن له طرفان، طرف الوجود وطرف العدم، وهما متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر إلا في مرجح. طيب لو أننا قلنا بأنهما غير متساويين، إنهم فيهم واحد أقوى فيهم واحد أضعف، يعني مثلا الفلاسفة على أن الممكن وجوده وعدمه سواء، فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، لكن هل هذا هو التحقيق؟ لا، ده الوجود والعدم مش متساويين، لأنه في واحد اللي هو الوجود محتاج إلى سبب، وكونه يبقى على عدم هذا غير محتاج إلى إيه؟ إلى سبب، فكيف يكون متساويين مع أن أحدهما يحتاج إلى سبب والآخر لا يحتاج إلى سبب؟ إذن فمن باب أولى إذا كان في حالة التساوي لا بد من إيه؟ مرجح. ففي حالة ترجيح الطرف، يعني عندنا مثلا إيه؟ طرفين متساويين، وعندنا طرف راجح وطرف مرجوح، يبقى ما فيش تساوي. فلما يجي يكون في طرف راجح وطرف مرجوح، أيهما يكون أولى، الراجح ولا المرجوح؟ الراجح. فما بالك إذا كان اللي أولى هو المرجوح؟ يبقى هذا من يعني ده يعتبر حاجة، يعني إذا كان في حالة إذا كان في تساوي زي بعض لابد من مرجح، فما بالك إذا كان مش زي بعض واللي حيرجح هو إيه؟ هو المرجوح، لأن عدمه راجح ووجوده مرجوح. ليه؟ لأن العدم لا يحتاج إلى سبب، أما الوجود هو الذي يحتاج إلى سبب. فما الذي حدث؟ رجح المرجوح على الراجح، فهذا في الاحتياج إلى السبب من باب أولى أو أشد. زي ما مثلا عندنا واحد واخد مثلا في الامتحانات واخد مثلا 45 عاوز 5 درجات، واحد تاني واخد 20 أو 15، يبقى فيه واحد راجح يعني قريبه للنجاح والتاني مرجوح. فلما اجي انا ارجح اللي هو اللي واخد 20، اللي معناها ارجح لانه في اسباب قويه، افرض رجحنا اللي واخد 0 على اللي واخد، ده مش محرم يعني عاوز مليون مرجح،
فاذا هذا في الاحتياج اشد واقوى من ايه؟ ها؟ من العدم، لان العدم مش محتاج لشعور. واضح؟ يلا. لانه اذا كان على قول التساوي يحتاج لصالح، فاحتياج وجودي لصالح على قول بعدم التساوي اولى. لئلا يلزم تفريق الوجود المفروض الى مرجح، يعني الوجود مرجوح وايه؟ ها؟ والعدم راجح. طيب ما الذي رجح على الاخر؟ رجح الاضعف اللي هو الوجود على ايه؟ على العدم اللي هو الاصل، لان الممكن لو ترك هكذا الى بعد يوم يبعثون برضه حيظل على، لا يمكن يخرج من الوجود الى العدم الا ايه؟ الا بمرجح. هذا على فرض انهما متساويان، فماذا لو كان ايه احدهما ليس مساويا بل اقل؟ قوله لئلا يلزم الى اخيه اي خلافه على الاول. فيقول توقفنا الارجاء الماضي عند الصفحه 105، ثم هو قالوا ان هناك سبب رجح المرجوح على الراجح وهو عدم وجود التصوير. اليس هذا كافيا في الترجيح؟ كمل يا خذ. قوله لئلا يلزم الى اخره اي بخلافه على الاول، فان فيه ترجيح الوجود المساوي. اقرا بسرعه عشان ندخل في الصلاه. قال الشافعي رحمه الله: والصحيح ان العلم بتلك المقدمه الكبرى نظري. يعني سيدنا الشيخ بيقول ايه؟ والصحيح ان مين اللي بيقول كده؟ هذا الامام السنوسي يقول: الصحيح ان العلم. انت بتعمل ايه؟ عاوز نرجح ثاني دلوقتي؟ ما ده من البدايه ما كانش بيسجل ولا الان؟ ها؟ ده مش تقول لي عشان تفكر الصدر ببلاش، ده الكلمة واحدة بعشرة مليون. لا هو انت مش فاهم كلام السيد الشيخ السنوسي. بيقول ايه؟ وهو المختار اللي هو انه متساويان. بس الآن ظهر لك إنهما غير متساويان، فنحن لا نختار ما اختار. وغير متساويان وغير متساويان، يعني متساويان من حيثية وغير متساويان من حيثية. لا كيف هذا؟ متساويان من حيثية الوقوع يعني التجربية، ومتساويان من حيثية احتمال الوقوع. لا أنت بتقول دلوقتي متساويان وغير متساويان، بس الجهة منفكة. يعني معناها العدم الوجود والعدم بالنسبة للممكن متساويان. بس من ناحية السبب الأول. الأول متساويان من أي حيثية؟ العدم. كيف إذا كان هو الممكن يا إما موجود يا إما فأي الحيثية؟ لا ما تدورش. أنا جيت والله حيثية بس ما كنت يعني كيف تلغي الحيثية؟ هات لي الحيثية. يعني أنت تقول متساويان وغير متساويان، زي إيه؟ متشابهات وإيه؟ وغير متشابهات، مش كده؟ مش كده في متشابها وغير متشابه. بس هنا في حيثية مختلفة إلا حيث ده تناقض. يا إما متشابه يا إما غير متشابه. احنا قلنا متساويان على اساس ان وجوده وعدمه، على اساس ان كل واحد منهم لا يرجح على الاخر سواء. خد بالك يا شيخ حسن، الممكن له ايه؟ طرفان، زي الميزان في كفتين. مش ممكن كفه ترجح يعني تثقل على الثانيه الا ايه؟ طيب اما لو تركتا كده ما حضرناش حاجه فيه، هما ايه؟ متساويتان، كفتان الميزان متساويتان، فعاوزين نرجح واحده. ايه هي اللي هنرجحها؟ دي او دي؟
يعني اما الرجح لما اعتبر الكفة الاولى للميدان هي الوجود والثانية هي العدم او الاولى هي العدم مش هما متساويان فقدمنا اخرنا ما فيش مشكلة. لكن عندما اقول لك الوجود والعدم بالنسبة للممكن متساويان اقول لك ده في الظاهر. ليه؟ لانه في الحقيقة مش متساويان. ليه؟ لانه ما هو الاصل فيه؟ الاصل هو ايه؟ طب والثاني هو الطارئ، فكيف يكون الاصل مساويا لغير الاصل؟ والا هيبقى الاثنين مش يا اما الاثنين اصل ولا يمكن، او الاثنين طارئ ولا يمكن. فما هو الاصل في الممكن؟ هل الاصل انه موجود ولا الاصل انه معدوم؟ فلو كان الاصل انه معدوم يبقى العدم اقوى، ودائما قلنا واحد اقوى يبقى ما فيش تساوي. ما فيش قوة وضعف، انا متكلمتش على القوة والضعف، انا بتكلم على انه ما هو الاصل. الاصل هو انه عدم. واحنا قلنا خد بالك احنا لا ترجيح الا ايه بمرجح، يعني معناها لا ترجيح لاحد ليه؟ لا، لانه في طرف مش عاوز مرجح، التاني اللي عاوز، يبقى ما فيش تساوي. عارف لو كان كل واحد منه يعني لو كان للعدم سبب زي ما الوجود له سبب، يبقى في الحالة دي تبقى الأصل أصلا ما عنديش أصلا أنا طرفين، ده أنا عاوز أرجح واحد بس اللي هو إيه؟ اللي هو الوجود. وأنا لماذا واحد أنت بترجح ليه الوجود إذا كان هم طرفين؟ إذا كان هم طرفين بترجح ليه الوجود؟ لأنه العالم موجود بالفعل، وأنا مش بفترض ده هو موجود فعلا، ففعلا عندي واحد راجع. لا مش اعتباري. ما هو إذا كان ده موجود وده معدوم، يعني قلنا اعتباري يبقى معنى هذا الجهاز معدوم اعتباره، يعني هو في الحقيقة موجود. كلمة اعتباري يعني معناها في ذهن المعتبر، زي انت بتعتبر ان انا اليوم ما اديتش نفسي، او بتعتبر اني مش موجود، او انا مثلا بعتبرك انت اثنين مش واحد، او بعتبر الكريم بخيل، او بعتبر البخيل كريم، او العالم جاهل الى اخره، العالم بعتبره جاهل او جاهل. فمعنى كده انه الاعتبار ده مسألة في ذهنك، انا بتكلم على الحقيقة الخارجية. المعدوم ده شيء مش موجود. يبقى اذا ما هو الذي يحتاج؟ احنا قلنا لا يرجح احد الطرفين، لا ده ابدا، في طرف مش محتاج من نفسه كده مش عاوز يرجح. يعني افترض انا عاوز ما لا اوجد العالم، هل ده الكلام ده لما يكون موجود وانا عاوزه ايه ينقلب الى العدم، هنا عاوز ترجيح، انما هو اصلا موجود. يبقى اذا في التحقيق الطرفين مش متساويين، لان احدهما هو الاصل ويقبله بلا سبب، اما الثاني طارئ ولا يكون الا بسبب اللي هو المرجح. لما شوفوا بس اضبطوا شوية بس مش هتتقاطع، ما تتعبش نفسك. الفرق ما بين العدم وإرادة الوجود، الإرادة مرجح ماشي، ماشي لما هتريد لما هيريد الحق سبحانه وتعالى وجوده، وهي الإرادة خصصته بدلا، الإرادة بتعمل تخصص الممكن بأحد الأمور المتقابلة اللي هي الستة الممكنات المتقابلات، وجودنا العدم صفات أزمنة مقادير أزمنة أمكنة مقادير كذا روى الثقات. يبقى كده ايه في طرفين متقابلين، الوجود يقابله العدم، فرجح طرف الوجود على العدم بمرجح. لكن لا نقول رجح طرف العدم على الوجود بمرجح، لان هذا هو الاصل ويقبله بغير سبب، كانه السبب يعني المرجح. يبقى يقول لك الشيخ بيقول لك والصحيح بيقول ايه اما ان قلنا ان العدم اولى به من الوجود لقبوله اياه بلا سبب،
فأظهر في الاحتياج إلى الصانع. يعني هو الممكن يقبل العدم من غير سبب، يعني من غير ترجيحه، من غير مرجح، ما هو السبب هو المرجح، أما الوجود فلا يقبله إلا بمرجح. فإذا هما ليس ما هو التقابل، ما دام أنت يمين ولا شمال فأنا مساوي لك، بس زي كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار، مضاد له في الاتجاه، يعني مساوي له في تساوي بس مضاد على الضد، يعني التساوي على الضدية. نعم؟ لا نتكلمش في قيمة هذا له قيمة وله قيمة، فرع عن وجوده. لو كان عدم ما فيه كيف يقوم العدم أو كيف يقوم المعدوم، ده هو أصلا لا يدخل في الإحصاء. يعني مثلا في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كلمة أحصيناه يدل على أن هذا المحصى له وجود. أما هل يحصى المعدوم؟ أقول أعد الطلبة 1 2 3 كله بعد إيه موجودات، لكن لو كان ما فيش حد حاضر الطلبة أمامي عدم حول عدوهم عشان ليه؟ عشان كده ما يحبش يكون متفاضلين، ممكن يكون متفاضلين مش المهم. السؤال يا شيخ الذي أسأل فيه هو إيه؟ هل هما الوجود والعدم متساويان ولا لا؟ جواب طيب خلاص، أنت من بتنازعني في إذا كان أنت بتقول بلسان غير متساويين، والشيخ هنا بعد ما قال إيه متساويان وهو المختار، وبعدين قال هذا يقبل يعني يقبله الممكن بغير سبب فأظهر في الاحتياج، يعني هما قولا إن قلنا بأنهما متساويان يبقى إذن لابد من إيه من المرجح، وإن قلنا بعدم التساوي يبقى لابد من المرجح في الطرف اللي هو المرجوح. أما الأول فلا يحتاج لأنه هو الإيه هو الأصل. لكن احنا انت قلت حاجة بس ما كملتهاش، قلت الحيثية مش كده؟ الحيثية اللي انت عاوز تقولها ممكن اقولها لك تدفع كده. نعم؟ انا وانت اللي حصلت، ما انا اللي حقول، انا حصلي على النبي طبيب وانت حصلي جميل لله للتاني، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا. شوف إذا نظرنا إلى ذات الممكن، ذات الممكن يعني بقطع النظر عن الإيه عن الموجد أو عن الصانع إلى ذاته، فهما سواء في ذات الإيه الممكن. لكن إذا نظرنا إلى المؤثر فالمؤثر يؤثر في الإيجاد وليس في الإعدام، لأن العدم لا يحتاج إلى تأثير، لأنه لو أثر فيه لصار إيه موجودا. زي مسألة الله تعالى خلق الإنسان، يبقى معناه في حقيقة أمامنا، يعني هي إيه تأثير الخلق وهي وجود الإنسان والنبات والشجرة. لكن هل يقال الله خلق العدم؟ هل يقال هذا؟ فمين اللي محتاج إلى خلق وإلى إيجاد؟ اللي هو الشيء الذي يوجد. أما الذي لا يوجد لا يقال له كن عدما، لما هو عدم بتحصيل إيه حاصل. يبقى إذن الأثر القدرة معناه إيجاد الإيه الممكن المعدوم، معناه كده إيجاد الممكن الإيه المعدوم. طيب انت لما عرفت القدرة عرفت قلت ايه؟ تعرف القدرة من حافظ تعرف القدرة؟ حضرتك عبد الله محمد عبد الله عبد الحي عميد كلية الصين دي
الدين جماعة الأزهر الفنزويل رحمة الله عليه لا توفى الأرحم تعرفه؟ نعم حضرتك كان في سؤال حضرتك سؤال أنا يعني وقال هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لكل بداية ولها بداية ربنا خلق السماوات والأرض من بدون عدم يعني هو أصلا ما كانش موجود أصلا السماوات والأرض ربنا هو اللي ابتدعها فواحد يقول سأل سؤال قال لما ربنا خلق السماوات والأرض ربنا سمى حاجة قال ده ربنا لما ربنا منزه عن ذلك طيب استفاد ايضا لا ان ربنا يعني ايه ادبي وليس مكتف يعني كل اللي قاعدين كده وكل اللي حاملين علمهم ايه مكتف اما علم ربنا ادبي يعني هو يعرف البدايه ويعرف الناس هو الاول في البدايه ولكن دخلتنا في القدره ودخلتنا في العلم احنا ودخلتنا في الارحم الشيخ عبد الله عبد الله يا حبيبي ودخلتنا في انه شيخ انت سعدت باسمك ايه؟ انا ربيع ايه؟ ربيع محمد من ايه؟ انا من مكة ومسقط راسك مسقط راسك؟ طب مالك مسقطان مسقط الثاني هيكون فين؟ لك مسقطان لما سقطت الى الدنيا ولما حتسقط الى الاخر ان شاء الله ربنا يرحم الليل ورحم شيخنا الشيخ عبد الحي الله كنا انت والله انت دخلتني دخلتني صريت من الجنينه مش عارف قلت لي ليه ردتني كده الخنك ايوه جنب المرجع خنك جنب المرجع عشان تقول حتى ان شاء الله تعالى ربنا يرحم ورحمه واسعه ايوه يا شيخ حسن تقول ايه؟ اصبر يا مولانا اصبر عليك احنا الاول قلنا ايه القدره تؤثر في الممكن يعني توجد مش كده واحنا قلنا ملهاش اثر في الايه لان الاعدام لا يحتاج الى ايه العدم لا يحتاج الى مؤثر صح كده ومثلوا له بايه بفتيل السراج اللي هو تمام كده لما انت عاوز تشعل الفتيل تحط ايه الزيت الزيت فاذا فني الزيت انطفأ من غير ما ايه ما عاوش ايه يعني تأثير او فعل في الاطفاء بمجرد انقضاء او فناء الزيت ينعدم يعني مش محتاج الى ايه الى معدم يا ريت والله الحمد يبقى ايه الحاله دي التاثير في ايه؟ والله انا برجع من حضرات حضرتك بس الاخت يعني الظروف يعني شبعت الحمد لله؟ لا مش بس هو التاثير في ايه؟ ها؟ في الايجاد لان كون عدم ده يعني يعني لو ان الله تعالى اراد ايجاد الممكن حيؤثر بايه في ايجاده لكن لما يريد اعدامه حيمسك عنه ليه الايجاد او الامداد يعني مش حيؤثر في تاثير ثاني انما فقط حيوقف ليه الامداد واضح زي ما وصلت لك التيار عاوز ايه اقطع الكهرباء مش هروح اقطع واجيب سلك هروح بس ايه اوقف التيار الكهربائي فينقطع المروحة واضح كده لكن تعريف القدرة مش كده يتأتى بها ايجاد الممكن وايه واعدامه يعني كأنه الاعدام ايضا ايه اثر القدرة ماشي قولي بعضهم بس احنا لو نظرنا الى الكلام اللي بنتكلم فيه الان غير اللي بنقوله دلوقتي ليه لانه يتاتى بها ايجاد الممكن بعد ايه عدم واعدامه بعد ايجاده كده بصح تؤثر في الطرفين انما هنا الاصل هو ايه يعني معناها الممكن ده لم يسبق هنا بوجود ده هو على العدم الاصلي
لكنه لو وجد وجودا طارئا ثم انعدم يبقى الانعدام الثاني طارئ غير يبقى حتى الانعدام فيه ايه؟ فيه فردان، عدم اصلي لم يسبق بوجود اصلا، ووجود طارئ ثم عدم طارئ ثم وجود طارئ وهكذا. فاكرين تعلقات القدرة السبعة؟ يبقى هنا عشان كده سيدنا الشيخ قال لك هذا هو المختار اللي ماشي عليه الجمهور، ولكن ان قلنا لم يغفل القول الثاني. فاكر في قول ثاني انه القدرة تتعلق بالإيجاد وليس بالإعدام، والقول المشهور المختار انها تتعلق به بهما معا، كده تحلت المشكلة. اما التدقيق الشديد ده شوية يظهر في القول الثاني، لما بتكلم على العدم الاصلي مش الطارئ بعد الوجود، وإلا لكان ايه؟ لكان سواء، هذا محتاج الى سبب وهذا محتاج الى سبب. يبقى كده جاءت الحيثية اللي انت عاوزها، يبقى هما عدمان. اذا نظرنا الى العدم الاصلي هذا مش محتاج الى سبب، اما الى العدم بعد لو الطارئ على الوجود محتاج الى سبب زي الوجود، وهذا متساويان. اما بالنظر الى الاصل غير، يبقى انا جبت لك الحيثية ولم جبت لك شيء. اما الرجل ده لو قعد ما كان جدنا الحيثية اصلا، عاوز يسأل عن يمشي عشان وقول له الله يرحمه حرف وقت رحمة له. قول قال الشيخ: والصحيح ان العلم بشيخ المقدمة الكبرى نظرا الى انه يحصل بنظر قريب كما قررنا في الآية، يعني حتى بيقول لك لو قلنا انه نظري، لكن يعني نظر عن نظر يفرق يا شيخ. في نظر يعتبر ساعتين في المسألة وتحل وتراجع، وفي حاجة بمجرد كده بصة كده نظرة واحدة تجيبها يعني، بس نظرة يعني احتاجت الى تأمل لكنه سريع وقريب، واضح كده؟ فقال لك لما كان قريب اشبه انه ايه ضروري، فاعتقد او ظن بعض الناس انه ايه ضروري، يعني في نظر قريب وفي نظر بعيد. لازم نقول لك 10 و10 20 من غير ما تقول، لما نقول لك 10 و10 ناقص 10 زي تشغلك شوية، انما لو قلت لك مثلا ايه الواحد نصف ليه نصف الاثنين تدركها بايه؟ بالضرورة. طب لما اقول لك الواحد ده مش عارف كام على 16 تلف معاك، اقول لك الواحد ده 10 ربع ال40 او ربع 10 ال40، هي كده ال40 ربع كام؟ طيب والعشر كام؟ 10 ال10 واحد، وهو كده صح. بس هل جاءت عندك زي الواحد نصف الاثنين، ولا احتاجت الى شيء من التفكير والتأمل؟ والتفكير والتأمل اما ان يكون قريبا يعني سريعا، واما ان ايه يكلفك عناء زي المسائل الرياضية، مسألة تحلها بسرعة ومسألة تقعد فيها نصف ساعة. بالنسبة لك انت لو قعدت سنة مش هتجيب، قولي ساعتين مثلا. والصحيح ان العلم بتلك المقدمه للكبرى نظري الا انه يحكم بنظر قريب كما قررناه الان، ولاجل قربه ظن قوم ان ذلك العلم ضروري. واما مبالغه الامام الفقر الراجل لانه في فطر في فرد السجان فممنوع الوجوه في جميعهم، وان اراد في الفرد حتى لمميزين فمكلم، لكن لا يسلم انه لا علم لمميزين الا الضروري حتى يلزم ما لقى ما ذكر او ما لقى. كيف ونحن نرى الصبيان لا ينفكون عن عموم النظريه لا سيما القليله التي لا تعارضها شبهه ويتمحض العقل فيها، وان المبالغه لانه موجود ايضا في فكره البهاء بدليل ما لقى في صوت الخشبه ومن اعدم ما يلقى. اصل الشيخ الرازي زي ما قلت جودهم شويه يعني، هو صح ماشي. الرازي بالغ في ان المقدمه ليه الثانيه ضروريه مش كده؟ ما وجه المبالغه؟
هي هي المقدمة انتو. طب احنا كل عم نقول ضرورية ونظرية، احنا مش عارفين ما هي المقدمة الثانية اللي هي افتقار المحدث الى ايه؟ الى المحدث، افتقار كل محدث الى. طب ايه المقدمة الاولى؟ ها؟ انا لم اكن ثم ليه وجودي بعد عدمي. فوجودي بعد عدمي دي ضرورية، لانه لا احد ينازح في انه كان عدما ثم ايه وجود. اما المقدمة الثانية، هل الموجود اللي هو وجد بعد عدم اللي هو الحادث هل محتاج الى محدث؟ قالوا برضو دي ضرورية زي الاولى. وقال لك لا، ده منهم من قال انها ايه نظرية، ولكن النظر فيها ايه قريب وليس ايه وليس بعيد، فلأجل هذا اعتقد. لكن كلام الرازي كأنه يقطع كده، فإنه بيقسم بالله أو بيحلف طلاق بالثلاثة إنه ده ضروري، وبيستدل على هذا يقول لك يا أخي ده إذا كان موجود في فطرة الصبيان. قال لك كيف في فطرة الصبيان؟ قال لك أصلا أنت لو جبت صبي كده في الظلام وغافلته ورحت لطمته كده على وجهه دون أن يراك وأردت أن تقنعه أن هذه اللطمة وحدها كده زي ما يقولوا عندنا في الصعيد من طريق ونص كده من غير سبب، ما فيش حد يبني مده عليه، هل يمكن يقتنع أن هناك لطمة من غير لاطم؟ أو زيها بالضبط زي إيه؟ أنه لا يوجد محدث من غير إيه؟ من غير محدث، أو لا يوجد حادث من غير، لأن كل حادث لا بد له من إيه؟ لأن الصبي في فطرته لا يمكن يسلم لو غفلت في الظلمة وضربته ولم يرك وأردت أن تقنعه بالشوكولاتة والبسكويت والجبل والبنبوم والجبل مش عارفين، برضو حاسس إنك كذاب يا ابني. ما حدش والله العظيم ما حد لا وتروح بس في من هنا وتخد تملاله جيبه برضو ايه الشك فيه، كل ما تملاله جيبه كل ما تجيب له حلويات وكل ما يعتقد انه ايه يمعن في تكذيبك. يقول لك ليه ايه اللي دفعه بالاغراء والشوكولاتة بدون ايه مرجح؟ عاوز ايه من وراء الموضوع ده؟ حيقنعني بعقيدة فاسدة. طب بعد كده ايه الموضوع الثاني؟ قال لك بالك في موضوع البهايم، يا ريت كمان سكت عند الصبيان راح لك على الحمير والبهايم. بيقول لك لانه الحمار اذا احس بصوت الخشبة او ما يسمع صوت الخشبة يفزع. ليه؟ قبل كده اتلسع منها، خد له خشبتين ثلاثة عشان يقوم، عشان يحمل اشياء او عشان يعني يركب عليه صاحبه. فلما تيجي انت مثلا في ظلام دامس وتروح تضرب الحمار بالخشب او يسمع صوت الخشبة ويبص يمين شمال عشان يشوفها فين عشان يعرف حيضرب منين، وانت تريد اقناعه بان صوت الخشبة حصل من غير الخشبة يعني من غير الفاعل، لان الذي احدث الصوت هو الخشبة، يعني الصوت محدث والخشبة محدث، ولكن الخشبة محدث أيضا له محدث. فإذا أردت بيقول لك الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع، لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. طب بعد ما يصل الأمر إلى مستوى البهائم أو مستوى الأنعام، هل يستطيع أحد أن يقول إنه إيه نظري؟ ومع ذلك الشيخ اللي بيقوله الرازي ده أوعى تغتر به، فإنه مجرد مبالغة، والمبالغة فيها ما هو محمود وفيها ما هو إيه مذموم. في مبالغة مثلا إيه في نوع اسمه إيه الإغراق، يعني حاجة مثلا كده يعني. فإذا كانت المبالغة فيها شيء يقربها أو ينفي عنها المبالغة يعني يقربها من الحقيقة
فهذه مبالغة محمودة، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، دي مبالغة. بس قال ايه؟ قال يكاد، خد بالك استعمل حرف المقاربة، انما لو قال يضيء وانك تكذب منزع عنه القرآن، لانه لا يضيء الا اذا ايه، فقال يكاد. فذكر كلمة يكاد يبقى ده هو ايه الذي جعلها مقاربة مبالغة ايه محمودة. اقول لك والله النهاردة انت ايه في الحاكم بتاعنا ده الجديد، يا سلام يا ده زي سيدنا عمر في العدل، عارف لو قال يكاد ماشي ده مبالغة ما. يكاد لانه كاد دي حاجة غريبة، لما تيجي تثبت حاجة تنفيها ولما تيجي تنفيها تثبتها، يعني لما يدخل عليها كاد حرف النفي يبقى إثبات، ولما يدخل لما يدخلش عليها حرف النفي تبقى إيه، لما يكون الإثبات من غير نفي تفيد النفي، زي قوله تعالى إيه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يبقى أخفاها ولا ما أخفاش، فأكاد إيه أخفيها، إنما لما يدخل عليها حرف النفي فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني إيه يعني فعلوا وما كادوا، يعني إذا كان بيقول فذبحوها وما كادوا، يقول لك والله أنا كدت أن أزورك، يعني ما زرتش، لكن بعد ما يجينا يقول لك والله أنا ما كدت، يبقى معناها إيه فعلت. يلا هو. وأما المبالغة بأنه مذكور أيضا في صفة البهاء بدليل ما ذكر في صوت الحسبة، فمن أحسن ما يذكر أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها. وهو طبعا لما يحب يشن عليه يشوف جاب له هو الشيخ قال إنه دي قضية كلية ودخلناها في المنطق ومحمول موضوع وشرطية ومنفصلة، قال إيش كده رأيك؟ يقول يعني شيء مركوز، لكن ما قال قضية وما قال إن البهائم تدرك، لكن أنت لو عبدت على هذا شغل السياسة. يلا قل. فلو قتل حمار أو حيوان غيره لم يطرق قط بالحجبة لم ينفر من صوتها البتة. هو الشيخ يعني اعتمد على ايه؟ على الحمير اللي اتضربت، انما افرض قدر ان هناك حمار ما اتضربش ابدا، حمار ملوكي ده جاي من القصر مباشرة، لا يعرف الخشبة ولا يعرف الصوت، فهذا ليس مركوزا في فطرته. ايه اللي ركز فطرته؟ الشيء السابق، الضربة السابقة او الضربة الاولى، انما لم يضرب، زي واحد لم يذق العسل ابدا، كيف نقول انه تقرر في طبعه انه حلو؟ انما في قبل حال قبل ما فلو قدر حمار او حيوان غيره لم يضرب قط بحسبه لم ينكر من صوتها البته، ولكن اذا تكرر عليه ذلك التالف جوده سماعها، يعني متى حصل له الادراك من التكرر، لانه تكرر هذا، فاول ما يسمع صوته يفزع من قبل ما يضرب، لانه علم ان هذا يلزم منه هذا، ولكن اذا تكرر عليه ذلك التالم شده سماعها تخيل من تفسير الالم لمقارنته المؤذي وعدم التمييز تخيل من حسها، لما يسمع حسها الألم، ليه؟ زي الرجل اللي هو إيه؟ يعني أصل في شيء ملازم لشيء، لأنه الألم ده اللي هو مترتب على الضرب بالخشبة، الألم مقارن للمؤلم اللي هو الإيه؟ اللي هو الخشبة، هذا جاء من إيه؟ من التكرار.
تخيل من تسهيل الألم من مقارنة الممكن وعدم التمييز والانفتاح من خياله، كما أن السليم ينفر من حبل المبرطش مقارنة الأذى عنده هذا الشكل، وهذا من الخيالات لا من تمييز علم الله أعلم. قال معناه رفضين بالمثال، وهذه الطريقة أحد طريقة من يستدل على اتصال الحال إلى سبب، طريقة من يشوف الحدود حدود بالإمكان إلى وهذه الطريقة أعني طريقة من يستدل على افتقار الحادث إلى سبب، يعني إلى إيه؟ إلى محدث. طريقة من يشوب الحدوث بالإمكان، يعني يشوب يعني إيه؟ يعني يخلق، يعني معناها جمع بينهما عند الاستدلال على وجود الصانع. كيف طب هات لي كده واحد فيكم ينظم الدليل كده، يقول الأول نقول كده العالم ممكن وكل ممكن مفتقر إلى محدث، مش كده؟ وكل مفتقر إلى محدث لا بد له من إيه؟ من صانع أو فعل. لما أحب أشوب الحدوث بالإمكان ماذا أقول؟ مش هقول كده العالم ممكن وكل ممكن، أو العالم حادث، وأقول العالم ممكن حادث أو حادث ممكن، أجمع بينهم. وكل ممكن حادث يحتأو ده إيه مشابه، يعني خلق إيه الحدوث بالإمكان، يعني جمع بينهم أو مزج بينهم. فهمتوا؟ وعلى هذه الطريقة عول الإمام الحرمين، أي على الطريقة دي ماشي عليها سيدنا الشيخ مين؟ إمام الحرمين الجويني، شيخ سيدنا الشيخ الغزالي. قال المحدث رحمه الله قوله والصحيح أراد به الراجح، ومقابله حينئذ مرجوح لا فاسد، ولو عبر بالراجح لكان أولى. يعني لو عبر بالراجح لكان إيه أولى. قوله أن العلم أي التصديق، قوله فممنوع عموم في الكلام حتى، أي فلا تصح لأنه ممنوع عموم في جميعه. وفيه أن الإمام البصري لم يجعل عموم، فمن الجائز أنه أراد الجنس، وحينئذ فلا يعلو عليه ذلك. نعم قول الثابت فين في الحاشية؟ هات لي كده اولا صف صدرك. قوله فممنوع عموم 104 105، انا قعدت 105 وانت 104. فممنوع العموم في الكلام حذف، اي فلا تصح لانه ممنوع العموم في جميعهم. هات لي الحال الاصل المتن اللي هو الشرح يعني. وأما مبالغة الفقر الرازي يعني ممنوع عموم أن هذا العلم الضروري مركوز في فطر الصبيان، يعني في بعضهم ويمنع أن يكون في الكل، يعني هذا إن سلم بأن بعض الصبيان كذلك فهذا لا يلزم منه أن يكون به أن يكون الجميع، أو معنى ممنوع العموم فيه. وذلك يقول هنا إيه في الحاشية يقول أصلي يا أنا أروح للحاشية، الحاشية فيها في الكلام حذف، يعني عاوز أقول لك إيه وأما مبالغة الفخر الرازي بأنه في فطرة الصبيان، شوف كده في كلام محذوف ما هو يعني كأنه يقول أما مبالغة الفخر الرازي بأنه اللي هو العلم الضروري مركوز في فطرة الصبيان فلا يصح، أو ده المحذوف يا شيخ مريم. All right.
وفيه أي أن الفقر لم يدعي العموم. أي صح. أه؟ أي يعني العبارة كده يعني تحتمل كده وتحتمل كده. يعني لما قلت أصلية قضية مهملة لم يقل العلم مركوز بها في فطرة جميع الصبيان. فقد يكون أراد العموم وقد يكون أراد الجنس. وذلك يقول هنا الفقر لم يدعي العموم لأنه لم يأتي بصور كلي وإنما إيه فمن الجائز أنه أراد الجنس وحينئذ فلا يرد عليه ذلك المنع. فهمت كده؟ طيب الحمد لله. هو بس ما أراد كل الصبيان. قد يكون في صبي ما ضربش زي الحمار ما شافش الخشب وما عرفهاش خالص. فهذا لا ما هو نفس الحكاية في الصبي. أي لكن هو ما أراد به العموم بمعنى كل والاستغراق وإنما أراد الجنس. والجنس لا يوجد إلا في ضمن الأفراد. بس في فرق بين الاستغراق وبين الجنس. الجنس الحكم فيه يكون على الإيه؟ على الجنس بغض النظر عن الأفراد. يقول إن الإنسان هذا في قسر أتكلم على الجنس لكن قد يكون في بعض الأفراد ليسوا في قسر بدلالة الاستثناء. فالجنس غير الاستغراق. الجنس زي ما يقول الرجل أفضل من المرأة. الجنس لما قد يكون في مرأة ومئة مليون وفي الكلام هنا على بخلاف لما أجيب الاستغراق. فالاستغراق علامته أن تصلح بدله كل زي كل نفسه. ما ينفعش أقول لا هنا أراد الاستغراق. يلا أنا عاوز أقول لك لو أراد إنه يعني في فطرة أكثر المميزين والأكثر لا حكم إيه الكل أو لا حكم الغالب فهذا مسلم. قول الثالث لكن لا نسلم إلى أخيه يختار من أن الأولى حد قوله أكثر. قوله إلى الضرورية أي بل يحسب عندهم العلم النظري أيضا. قوله ما ذكر أي من أن العلم فيها ضروري. أي كيف لا علم لهم إلا بالضروري بيستبعد. والحال أن نرى الصبيان لا ينفكون يعني عن هذا وعن ذا. أي من الجائز أن يكون من ذلك علمهم بأن كل فعل لا بد له من فاعل موجد له. وقد يقال إن الفخر غاية ما قال إن العلم بالكبرى ضروري حتى عند الصبيان ولا يرد حق عند كل ليه الصبيان. وكون الصبيان عندهم علوم نظرية أو لا فشيء آخر. يعني هل كل الصبيان علومهم ضرورية أو فيهم علوم ضرورية أو علوم نظرية هذا موضوع ثاني. فمن الجائز أن يجوزه فيهم يعني الرازي يعني يجوز يكون فيهم علوم إيه نظرية بجانب الضرورية. ويقول إن العلم بتلك المقدمة ليس منه. قوله ويتمحض إلى آخره أي بحيث لا يعارضه الوهم. فهذا يرجع لقوله التي لا يعارضها شبهة. قوله وأما المبالغة إلى آخره في الكلام حذف والتقدير فلا تتم لأن من أعجب العجب كده زي ما قالوا أن البهائم تجري القضايا إيه كليه مش قال الكلام ده. وقوله بأنه أي العلم بتلك المقدمة قوله أيضا مقدمة من تأخير يعني كلمة أيضا. والأصل مركون في فطرة البهائم أيضا كما أنه مركون في فطرة الصبيان. قوله تدرك قضايا كلية أي تصدق بها كإدراك الثمار أن هذا صوت الخشبة وكل صوت للخشبة بدون الخشبة محال فقد أدرك الكبرى وهي كلية وأدرك لازم ذلك وهو النتيجة. قوله فلو قدر قدر يعني افترضنا علة لقوله فمن أعجب يعني عاوز يعلل العجب
ومعلوم أن النتيجة ليست لازمة للكلية التي هي الكبرى فقط، بل لازمة لها وللصغرى. يعني النتيجة مش لازمة للكلية فقط، ولكن لازمة لها وللصغرى. فقوله ولوازمها أي مع الصغرى، قوله لم ينفر غير مسلم بالمشاهدة، صح؟ أي شيء الكبرى اللي هي وكل ايه وكل صوت للخشبة بدون الخشبة محال، اللي فيها سور كلي. الصغرى اللي هي اللي قبلها، ما في صغرى وفي كبرى. شوف كده اين الصغرى يا شيخ محمد؟ شوف كده ان هذا صوت الخشبة وكل صوت للخشبة. الصغرى اللي هي ايه؟ هذا صوت الخشبة، هذا الضرب او الاذى صوت الخشبة. فهمت الصغرى؟ ما خلاص انك عرفتها، وللصغرى لازمة لهما، لان النتيجة لا تنزل على مقدمة واحدة بل على ايه؟ مقدمتين. طيب كده يعني ايه؟ ينفر معروفة، والحبل المبرقش، وفي نسخة المرقش يعني اللي فيه ألوان مختلفة لمقارنة الأذى عنده أي عند الملدوغ. وأما مبالغة الفخر الرازي، وهذه الطريقة القائلة أن الكبرى نظرية، واستدل عليها بوسط قوله إلى سبب أي فاعل مختار وهو الله، يشوب يعني يخلق ليه ويقول كده أنا لم أكن ثم كنت، ثم اعتبر الإمكان في تحقيق الكبرى والاستدلال عليها فيما سبق بقوله إن الحادث اللي حدث بوقت معين إلى آخر نقف عنده. وقد اختلف، وقد اختلف، هات كده نعلم على قد اختلف. هذا هو الذي سنبدأ به إن شاء الله تعالى بعد العيد، إذا قبل العيد النهاردة 31 8 2016 هناخد ان شاء الله، يعني نسيبكم لحد اخر الشهر، يعني لحد اول 10 ينفع تاخد شهر كده. كثير تبقى 30 يوم خلاص، يعني يبقى 20 ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك. 20 اللي هو الساحة كنت يوافق أي 21 يعني هو لا، ما احنا هنبدأ الأحد اللي قبله. الأحد اللي قبله؟ أه طبعا. هات الكتب اللي معاك 18 ان شاء الله، انت 18